انت لو تتصور مثلا المواد الغذائيه، الفلاحين اللي بيزرعوا لو توقفوا عن الزرع، الشركات اللي بتنقل الاكل نفسها متوقفه، فلو كل ده توقف نيجي بعد شهرين ثلاثه نواجه مجاعات. نمره اتنين، الناس كلها النهارده الفنادق مثلا خفضت رواتب الموظفين ل 50%. احنا كمجموعه ما خفضناش ولا سيبنا اي عامل يمشي ولا اي حاجه من دي، لان مقتنعين ان الموضوع ده مش هيستمر غير شهور يعني، انما استمر سنه ولا اتنين، واخد بالك ازاي؟ فانا كل اللي ناديت بيه ان العقول الذكيه كلها مع الاطباء مع الاداريين مع الناس كلها نفكر بصوت عالي ازاي ممكن نرجع الناس الى اعمالهم دون ان يمرضوا.